معاناتنا الحياة كلها صارت معاناة. بالعادة الواحد بيقعد له ساعة زمان بالأسبوع مبسوط هيك بياه. هلا الحمد لله الله يرحم كل شيء. ما ضل شو لك عمي. يعني في بعض المناطق لا بس يعني أربع ساعات بساعتين بس يعني أربع ساعات في لا يعني لا يثلج شيء ولا أكل ما فيك تحط بالبراد ولا يخرب. وضع سيء جدا. الكهرباء هي أساسية بالحياة، وبس توفرت كهرباء توفر المي، وأنت شايف الشوب يعني وشايف شوفت عينك. عم نروح بنلجأ للكافيهات وعم نلجأ للمناطق هي مشان شو؟ مشان إنه تكون في تبريد، في كهرباء، في الواحد تقدر تشحن اللابتوب، تساوي ضوء على الأقل. الكهرباء ما عم تشحن لدة، بطاريات ما عم تشحن، يعني شو خمسة بواحد عم تجي الكهرباء بالريف، وعندك بالشام متفاوتة أحيانا هيك وأحيانا هيك وأحيانا ما بيشوفوها يوم كامل. وهي عداك على المحافظات الثانيه، يعني احنا عم نحكي عن دمشق وريفها. والله انا رايي انا الشخصي في سوء توزيع، في سوء توزيع طبعا. يعني في مناطق ريف دمشق مثلا بياخذوا ساعتين، في مناطق ساعه، في مناطق نص ساعه، فسوء التوزيع ما بنعرف. يقول لك انه حسب الضغط السكاني. المسؤول سيء. ليش مسؤول بيته بتقطع عن الكهرباء؟ هو احسن منه يعني؟ ما هو ابن الشعب، ما هو ابن الشعب. ليش المسؤول عنده كل شيء ببيته، اما المواطن العادي ما عنده شيء؟ عندك مواقع بالشام ما تقطع عن الكهرباء، ليش؟ وفي جماعة تجي عندها شيء هيك وهيك، وفي جماعة ما بشوف الكهرباء، شو السبب؟ هلا نحن مرحلة حرب وعلينا ضغوطات اقتصادية وسياسية. بشكل عام يعني الواحد يحكي الواقع، واقع الكهرباء يعني مو زيادة بالبلد، بس بدنا نتحمل يعني. مو بس الكهرباء يعني، حتى يعني بشكل عام الوضع المعيشي، كافة الأمور الاقتصادية والسياسية، الواحد بده يعيش ببلده على الحلوة والمرة. وضع الكهرباء أكيد ما أنا منيح، خاصة بظل ظروف الشوب. يعني في بيوت من كتر الشمس إذا طابع عالي أو شيء ما بتتحمل تقعد فيها لحتى تقدر تنجز بهيك وضع. أكيد الكهرباء والمي شغلتين أساسيات. للأسف إنه نحن عم نطالب، يعني اللي بدنا نطالبهم بيعرفوا إنه نحن عم نطالب ومطنشين هذا الشيء. أكيد منطالب بس أقل شيء بساعتين كهرباء باليوم. ما عم بحكي يعني ما عم أحكي بالتقنين، باليوم ساعتين كهرباء. مي دائما مقطوعين من المي. ما في لا مي لا كهرباء ولا أي شيء. بدك تشتري شري، يعني الصهرج بدك تشتري شري. هذا اللي بيخليك مشتري بدون المازوت ب 100,000، هذا المشتري ب 150، حسب كل واحد شو مشتري بقى. والله الحمد لله لا في كهرباء ولا في مي، خاصة هون بحي بسنادة يعني أحيانا باليومين ثلاثة لحتى تجينا نص ساعة، ونص ساعة الكهرباء عم نشتري صهاري جوا. يعني إذا قلنا لكن ميتون من الجوع يعني حليت المشكلة، إذا قلنا لكن ما في كهرباء حليت المشكلة، إذا قلنا لكن ما في مي حليت المشكلة. الكهرباء لما بتجي نص ساعة عمليا بين ما الشغل يدينا وما بيتعمشي، تمام؟ بتقطع الكهرباء ما في مي. اليوم الصهريجي حقه 15,000. كتير صناعية كل شغلة على الكهرباء، وكتير محلات كل شغلة على الكهرباء، ما في كهرباء يعني. العالم قال شغلة، والله ما مطالب شيء، بس يجيبوا لنا الكهرباء نتنفس يعني بهالشوب مثل عم خلق. أنا واحد من الناس يعني عم برجع من دوامي ما عم شوف مي، ما عم شوف كهرباء، يعني أقل شيء مخصب الحياة يعني.